فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يوتعكم بالصحه والعافيه. اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يبارك في حضرتك وفي جميع علمائنا وفي قناه الندى. اللهم امين. امين. نسال الله عز وجل ان يبارك في كل القائمين على قناه الندى، وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لقناة الندى، الذين يعني غمرونا بمزيد من مشاعر الحب ومشاعر الود ومشاعر الدعم بالفعل. يعني على الرغم من أن رقمي الخاص تليفوني ليس من الأرقام المطروحة على الشاشة للاستفسار عن كيفية دعم قناة الندى، ومع ذلك علي أو عندي كم من الاتصالات، بعضها من خارج القطر بالفعل. أمس اتصلت علي أخت من المغرب تقول والله نحن هنا ندعو لكم بالتوفيق وندعو لكم بدوام البقاء والبث المستمر، ولكن اعذرونا فهذا كل ما نملكه، يعني الدعاء. الله. اليوم وما أحلاه من دولة. والله اليوم اتصلت علي أخت من تونس بارك الله فيها تقول نفس الكلام، يعني لو كان باليد حيلة كما تقولون عندكم في مصر لقدمنا كل ما نملك، لكننا لا نملك إلا الدعاء. وأنا طبعا كما تعلم تعقيبي عليهم بارك الله فيكم، الدعاء هو أول ما نطلبه من إخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن يريدون دعم القناة، وإلا فصور الدعم متعددة، لكن سيكون في المقدمة الدعاء، حتى ولو كان هناك دعم في صورة إعلان أو دعم في صورة الاتصالات المباشرة على القناة في البرامج المباشرة، البرامج اللي هي على الهواء، أو كان في صورة الرسائل، أو كان في صورة رعاية برامج. نحن قبل هذا كله نرجو أن يلهم إخواننا وأخواتنا الدعاء بالتوفيق والسداد والثبات على المنهج، وكذلك الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل على طريقة أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك؟ الحمد لله. سلام الشيخ شعبان. والله الله يسلمك. الله يسلمك من كل مكروه سوء. والله حضرتك والله استاذ احمد، تعالى كم سؤال للشيخ شعبان. اتفضل سريعا حبيبي. انا كنت اسال حضرتك قبل كده بالنسبه للحديث اللي هو بتاع صلاه الجمعه، اللي هو من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فكنت عايزين حضرتك بس كنت عاوز شرحه بتفصيل للفئه العامه، يعني عشان اللي ما يعرفش يعرف. الحديث الثاني حضرتك، هل في حديث اللي احنا صلاه العصر بالنسبه لنا كمسلمين يعني الاكل بتاعها مضاعف مرتين على اساس اللي هي عرضت على النصارى واليهود ورفضوها؟ هل ده في حديث؟ ولو ده حديث صحيح يعني ده. السؤال ده في حضرتك، بالنسبه واحد مطلق مراته ثلاث طلقات، فكنا عايزين نعرف بس الثلاث طلقات دول هل هم وقعوا ام لم يقعوا؟ ثلاث مرات في مجلس واحد؟ معلش. نعم. ثلاث طلقات في مجلس واحد؟ لا، متفرقات. يعني متفرقات، اول واحده طلقها ورجعها بعد حوالي ساعه بجماع او ما شابه ذلك، الثانيه كان بعدها بحوالي شهر او شهرين، ونفس الكلام برضو. يعني هي بس كان اللفظ كان صريحا يا حبيبي يا استاذ عبد الله.
ايوه بس طيب. الثانيه حضرتك كان في مشده ما بينهم في الثانيه ديت، وقالت له طلقني طلقني، قعد فتره راح مطلقها على يا حموم مطلقها ورجعها بعد كام دقيقه برضه. الثالثه حضرتك هو الثالثه كان هي طلبت منه، فهي اللي طلبت منه الطلاق فهو رفض، فقالت لوالدها هي اللي مش هينفع تستمر عشان المشاكل والعيشه وكده، فوالدها طلب منه الطلاق وضغط عليه وكده، وهو طلق بمزاجه بس بعت لها المرسال مع والدها اللي هي صالح. فهل الثلاث طلقات وقعوا ولا لا؟ مع العلم اللي الطلقتين الاولانيين دول هي كانت بتردد عادي، لكن الطلقه الاولانيه ما كانتش بتردد. نعم الطلقتين الاولانيين كانت ايه؟ كانت بتردد. طيب. لكن الطلقه الاخيره ما كانتش بتردد، فهل الثلاث طلقات واقعين ام لا؟ جزاك الله مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خير أخي كريم. ناخذ سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخي كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف جزاكم الله خيرا وإياكم هل سنة أو في هناك سنة أربع ركعات مثنى مثنى تسقط يوم الجمعة في المسجد، لأني أصليها دائما قبل الظهر، وفي يوم الجمعة في المسجد أصليها بنية سنة ما قبل الظهر وليست بنية الجمعة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد في اتصال. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز أسأل ثلاث أسئلة. تفضلي يا أم أحمد. السؤال الأول، أنا مصابة بوسواس الطهارة القهري. ربنا يعافيك. ولما بدخل الحمام ببقى متلبسة بيه قوي، وأنا بتوضأ لكل صلاة وباخد علاج نفسي، فهل لي ان انا اجمع بين صلاة المغرب والعشاء مرتين في الاسبوع لتحقيق الراحة النفسية؟ ده السؤال الاول، عشان ما اخشش الحمام كتير يعني، مرتين في الاسبوع كده لتحقيق الراحة النفسية. السؤال الثاني، لما بخشع في صلاتي جامد واحس بيها جامد بيخرج مني فقاعات من مكان خروج البول، فمش عارفة اعمل ايه. السؤال الثالث، ساعات بلاقي انا عندي 57 سنه وساعات بلاقي نقط دم في ملابسي، فهل هذا يوجب الغسل ام يوجب ماذا؟ وشكرا. طب معلش يا اختنا، ربنا يرضى عنك يا ام احمد، الله يبارك لك. نقط الدم في الملابس دي اثناء فتره الحيض ولا لا؟ انا ما عنديش حيض. طيب حاضر، شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله، مع السلامه يا اختنا. نعم شيخ كريم تفضل. مثنى مثنى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام. سنة الظهر. سنة يوم الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. السنة القبلية للظهر والبعدية كذلك من السنن المؤكدات أو من السنن الرواتب كما يسميها الفقهاء. لكن يوم الجمعة بيسقط فرض الجمعة عمن حضر صلاة الجمعة. فمن حضر صلاة الجمعة فبيسقط عنه فرض الظهر في هذا اليوم، يعني ليس عندنا صلاة الظهر على من تجب عليه الجمعة وحضرها بالفعل. وبالتالي ما عندنا السنة قبلية يوم الجمعة على أنها سنة ما قبل صلاة الظهر. لكن عندك مندوحة إذا دخلت المسجد أن تصلي السنة تحية المسجد، فهي سنة مؤكدة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليك أمر سليكا الذي دخل وجلس أن يقوم ليصلي الركعتين تحية المسجد. وورد الحديث في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال لسليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. بل عندك مندوحة أيضا أن تصلي أكثر من الركعتين، لأنه في الحديث الذي سأل عنه أخونا المتصل الأول عبد الله من غسل واغتسل، اللي هو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودخل المسجد فلم يفرق بين اثنين فصل ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، صلى ما كتب الله له أن يصلي. أيوه هي ليست من السنن المؤكدات، لكن يسمح أو يجوز للمسلم أو يشرع لمن حضر صلاة الجمعة ما لم يصعد الإمام المنبر أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ركعتين أربعة ستة ثمانية أكثر أقل، ما كتب الله له أن يصلي. وبالطبع ستكون هذه عوضا عن الراتبة التي نصليها قبل الظهر في غير يوم الجمعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب أخونا عبد الله كان يريد شرحا لهذا الحديث، من غسل واغتسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. وطبعا بيشتبه على كثير من الناس غسل واغتسل. يعني ايه غسل واغتسل؟ غسل بعض أهل العلم يقولون هذه لمن كان متزوجا وأتى أهله فتسبب في غسلها، غسل رفع الجنابة، وغسله أيضا فغسلها، يعني بسبب إتيانه لها فجعلها تغتسل غسل الجنابة، وهو أيضا سيغتسل غسل الجنابة. بعضهم يقول غسل واغتسل، المقصود بها غسل إتيان الجمعة، لأنه من السنن المؤكدات أيضا، وبعض أهل العلم كابن حزم يجعلها واجبة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فجعل غسل يوم الجمعة ده واجب. فمن نبه ونصح وأمر به البالغين من أبنائه وبناته وزوجاته أيضا بغسل يوم الجمعة وحضورهم لصلاة الجمعة، فجاء أمره لهم ونصحه إياهم وإرشاده عليهم وحثه على ذلك، هو من تسبب في أنهم اغتسلوا، وهو نفسه كان قدوة فاغتسل للجمعة. فسواء أريد به غسل يعني الجنابة أو أريد به غسل الجمعة، فالمعنى واحد، أنه تسبب في غسل هؤلاء إما بإتيانه لزوجته وإما بنصحهم وحثهم على غسل المسجد، غسل نعم. الجمعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. بقيت الحديث واضح، ما لا يحتاج إلى تفصيل. هل هناك حديث في فضل صلاة العصر أن الأجر يعني يكتب مضاعفا مرتين بسبب أنه عرض على من كانوا قبلنا من الأمم السابقة، فالأمة الإسلامية أو أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلت هذه الفريضة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا الحقيقة لا أذكر ولا أعلم حديثا بهذا المعنى يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعل الأخ لو أعطانا يعني فرصة أن احنا نراجع الأمر لعل أن يكون ورد حديث يغيب عني، لكن أنا لا أعلم ولا أذكر حديثا صحيحا بهذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ حجاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ الحمد لله، تفضل. بقول لحضرتك كنت عايز أسأل، بس لو الواحد جمع زوجته في نهار رمضان، فهل يعني هي عليها إثم حاجة أن هي مثلا تصوم لو هي لو جوزها اللي أكبر عن كده على كده؟ حاضر. ولو الكلام ده برضه حصل يعني سنتين مثلا ورا بعض، فايه الكفارة عليه؟ كفارة ايه ولا يصوم قد ايه؟ طيب حاضر، في امان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا يا استاذ عبد الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضلي. كان عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. نعم. هو السؤال الأول، في حديث كان يعني جمع من الصحابة قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد فيهم قال ثلاث حاجات بيحبها، بس أنا مش فاكرها بالظبط يعني، بس هو كان منها أن أبو بكر الصديق قال للرسول عليه الصلاة والسلام أن هو من أحب الأشياء اللي أنه ينفق على الرسول، وبعد كده سيدنا عمر اتكلم وعثمان، وأبو ذر قال أن هو بيحب الموت والمرض والفقر، وبعد كده مش عارفة سيدنا جبريل نزل قال أنه بيحب توصيل الرسالة وثلاث حاجات، وبعد كده صعد ونزل تاني قال أن ربنا مش عارفة بيحب ثلاث حاجات، فهل الحديث ده صحيح ولا لأ؟ السؤال الثاني، دلوقتي احنا لما بنقول الأذكار مثلا في 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو 100 سبحان الله وبحمده، أو في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على الرسول، فأنا لما كنت بقعد أعمل الأوراد دي مثلا والدتي بتكلمني أو كده مش برد عليها مثلا بشرر لها أو لأ، فهل كده أنا أثمت أو أن أنا عملت بدعة أن أنا ما بتكلمش أثناء الأذكار، ولو كلمت بأثناء الأذكار أعيد من الأول ولا أكمل؟ والسؤال الثالث، أنا سمعت أن الصلاة في آخر الوقت الإنسان لا يثاب عليها، فكنت عايزة أعرف الدليل. السلام عليكم. الصلاة في آخر الوقت إيه؟ الإنسان لا يثاب عليها؟ في آخر الوقت. نعم. الأستاذة أمنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير والله. يا ربنا يرضى عنك يا أستاذة أمنية، تفضلي. وعلى حضرتك معلش كنت عايز أسأل حضرتك، عايز أسأل حضرتك سؤال. إني عن 5 سنين كنت طالع رحلة مع عيلتي، وطالع رحلة القاهرة، يجوز لي إن أنا أطلع من غير محرم؟ يعني هو المفروض يطلع معاه مرافق واحد بس،
حضرتك بتسألي هو طالع رحلة تبع المدرسة؟ هو طالع رحلة لازم يبقى معاه مرافقين، فإن أنا أطلع معاه الرحلة دي في الباص بتاع المدرسة يعني إسماعيلية للقاهرة من غير ما يبقى معايا محرم أو كده؟ هو عنده كام سنة ابنك؟ 5 سنين. 5 سنوات. حاضر. نعم. من انت حضرتك محافظة ايه؟ محافظة اسماعيلية. من الاسماعيلية للقاهرة. تمام. حاضر. جزاك الله خير. اتوبيس المدرسة. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. وايضا اخونا عبد الله سأل اكثر من سؤال. سؤاله الاخير: رجل طلق زوجته 3 مرات طبعا متفرقات، ويبدو ان في كل مرة كانت الزوجة هي التي تطلب الطلاق منه وهو يلبي. نعم. طب ناخذ اتصال ام محمد ثم نجيب. ام محمد السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. ايوه حضرتك. فضل. سؤال لو سمحت. اتفضلي. والده زوجي كانت موصيه، كان لها ارض وقالت لو انا مت يعني اعملوا له بيها صدقه جاريه. فهي توفاها الله يعني. وصت الله بصدقه الله. جاريه الارض بالارض يعني يبيعوها ويعملوا بها صدقه جاريه. تمام. فهي توفاها الله رحمها الله ان شاء الله. الله يرحمها. فهي يتصرفوا ازاي في الارض يعني يمشوا الكلام اللي هي حضرتك قالتها ولا هل التركه كلها الارض ولا في حاجه تانية؟ لا لا، هو لا هي حاجه تانية تصرفت فيها وهي موجوده يعني. يعني تمام يعني ما فضلش الا الحاجه اللي هو الارض دي بس. الارض كل التركه ولا هي وزعت ايوه وزعت الميراث في حياتها. ايوه وزعت وبعدين قالت الارض دي تروح لله صدقه. أيوة. جميل. ليها ليها هي صدقه على روحها. تمام. حاضر، في امان الله. حاضر، الله يرحمها ويغفر لها. السلام عليكم الله. ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل وقعت هذه الطلقات او الطلقات الثلاث؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاه والسلام. وطبعا السؤال بالصيغه ديت او بالصوره ديت يعني ايه لا يستوفي اجابه شافيه. اولا الطلقات متفرقات يعني ليست في مجلس واحد. نعم. حتى نقول تقع واحدة، لا، هي متفرقات. إذا كل طلقة بذاتها. الأمر الثاني غالبا أن الطلقات بألفاظ الصريحة. وبالتالي أنا يعني أنصح الأخ أن هو يذهب بالزوجة ووليها إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء أو لمشيخة الأزهر إن كان مقيم في القاهرة حتى يسأل في الطلقات جملة واحدة. لكن بهذه الصورة السؤال لا يستوجب. نعم. منا إجابة شافية. طب مسألة إن الزوجة بترضع أو بترضع طفلا ده له علاقة بالطلاق؟ لا طبعا لا علاقة له بالطلاق، لأنه مسألة الحيض اللي هي ممكن فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. فالجمهور الأئمة الأربعة يوقعون الطلاق في الحيض. خلافا لمذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق في الحيض ليس بشيء أو لا يقع. لكن مسألة الرضاعة ديت لا علاقة لها بمسألة الطلاق. نعم. إنما الأمر كان متعلقا بالحيض وهي بعيدة طبعا عن السؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسأل عن مسألة الوسواس القهري، ربنا يشفيها ويعافيها. مسألة في الطهارة. نعم. يعني على طول توضيت لا ما توضيتش وهكذا. تسأل هل لها أن تجمع ولو مرتين في الأسبوع المغرب والعشاء مثلا أو غير ذلك لتحقيق الراحة النفسية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أولا أن يشفيها وأن يعافيها. آمين. وجميع مرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما. الأمر الثاني بنذكر أختنا السائلة بارك الله فيها ألا تتابع الوسواس وأن تجاهده ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تستعين عليه بالأمور الشرعية وبالدواء والعلاج لدى الطبيب، وهي تفعل هذا. لكن من الأمور الشرعية أن تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقرأ أو تكثر من قراءة آية الكرسي، وأن تكثر من الطهارة والوضوء، يعني أن تحرص على أن تكون متوضئة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا حتى يشفيها الله ويرفع عنها. لكن إلى هذا الحين يعني إلى الشفاء إن شاء الله عز وجل فليس على المريض حرج. فهي إن جمعت بين المغرب والعشاء لهذا العذري ألا وهو تخفيف حدة احتقان الوسواس عندها، فإنها في هذه الحالة لا بأس بهذا الفعل، فهي معذورة وتفعل هذا إن شاء الله عز وجل، وصلاتها ستكون بإذن الله تعالى صحيحة. لكن الخلاف بين أهل العلم في هل تتوضأ مرة واحدة ولا تتوضأ مرتين، يعني مرة للمغرب ثم مرة للعشاء. ف
فنقول لها توضئي وضوءا واحدا ثم صلي المغرب والعشاء بسبب هذا العذر، عذر المرض وإرادة أن تخفف حدة. وهي كمان بتتعالج يعني، تعالج نفسيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. مرحبا بحضرتك. لو سمحت أنا كنت عايزة أكلم إن شاء الله الشيخ. تفضل. أيوة. وطي التلفزيون يا أمة الله من فضلك عشان عامل دوشة. حضر. بس تفضل. نعم. لو سمحت كنت سألت بالنسبة لدعم القناة. نعم. حاضر. أنا كنت يعني سألت بالنسبة لدعم القناة، يعني قالوا إن في يعني أشخاص هنبعت إن شاء الله باسمه، فهل ده يعني إن شاء الله يعني ثقة بإذن الله؟ آه إن شاء الله تعالى، ده هو الأخ المسؤول وهو يعني عن هذا الأمر. ثقة بإذن الله عز وجل. طيب، عشان في بعض الأخوات برضو في المسجد برضو يعني يسألوني يشوف يعني عشان يتأكدوا إن شاء الله. لا الأمر لا ثقة، الحمد لله رب العالمين، والأمر معلن على القناة وعلى الشاشة، وإحنا اللي بنقول اتصلوا على هذه الأرقام، لا بأس يعني. طيب، إن شاء الله تعالى. لو سمحت كنت عايزة تليفوني الشيخ بس عشان في أسئلة خاصة. استأذنك ما تقفليش التليفون وتاخدي الرقم من الشباب في الكنترول إن شاء الله تعالى. حاضر. شيخنا أنسب وقت الاتصال إمتى؟ انا عايزه انسب وقت ان شاء الله. بعد الساعه 10 مساء ان شاء الله. بعد العشرة مساء ان شاء الله تعالى. فأمان. جزاك الله خيرا يا أمة الله، واشكرك على دعم القناه، واسال الله عز وجل ان يتقبل منكم جميعا الدعوات والاعمال الصالحات، ونحن نستبشر بكم خيرا، جزاكم الله كل خير. نعم شيخي كريم. ايضا ام احمد كانت تسال عن مساله، تقول وهي في الصلاه وعند الخشوع يعني دخلت في الصلاه تشعر ان شيئا ما يعني كصوت او يعني ما اعرفش، انا حاسس برضو انه وسوسه يعني. نعم الحمد لله والصلاه. نعم. والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هو طبعا هذا من ضمن اعراض الوسواس عندها. والمسلم على العموم مطالب انه يبقى ويستمر في صلاته، لا يخرج لمجرد انه شك ان في حاجه خرجت، سواء ريح او غازات او بول اعزكم الله او غيره، لانه النبي سئل عليه الصلاه والسلام على الرجل يجد الشيء في بطنه وهو في الصلاه، فقال كركبه المعده، كركبه المعده والغازات والكلام ده، فقال عليه الصلاه والسلام يعني بيتهيأ له ان في حاجه خرجت. قال عليه الصلاه والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمقصود بسماع الصوت ووجود الريح اليقين أنه فعلا في ناقد من نواقض الطهارة حدث، إنما بمجرد الشك فلا يخرج المسلم من صلاته. وهي طبعا الأخت معذورة لأن هي أصلا بتعاني من هذا الوسواس، وكون فقاعات تخرج من مجرى البول يعني فقاعات هواء. نعم. هذه الفقاعات غالبا ستكون بسبب الوسواس، لأن الطبيعة لا يخرج من مجرى البول إلا شيئان فقط، إما أن يكون البول وإما أن يكون دما والعياذ بالله للمرض والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. الله يخليك، ربنا يكرمك. الله يحفظك. لو سمحت، كان في جوز بنتي في السعودية من 4 سنين اتفق مع واحد زميله إن هم يشتروا شقة شركة يعني مناصفة بينهم كاستثمار يعني. ففعلا زميله ده اشتراه في اسكندرية، وهو اللي اشتراه ومعاه الورق وكده يعني، فدفعوا القسط الاولاني، وبعدين بعد كده زميله ده تقاعد ما قدرش يدفع الاقساط بعد كده، فجوز بنتي ده دفع القسط الثاني والثالث والرابع ليه وليهم يعني الاثنين. وبعد فترة يعني قريبة قال له انا مش قادر اواصل في دفع الاقساط، فخدها انت. قال لجوز بنتي خد الشقة. انت قال له احنا مش متفقين على كده، لان انا ما اقدرش اكمل، ما معيش فلوس اكمل بيها. فقال له خلاص انا هاخدها انا وادفع لك الفلوس اللي انت دفعتها اللي هم 90,000، وادي لك فوقهم 15,000 نظير الضرر اللي يعني انت تعرضت ليه. قال له خلاص. وكان معاهم في شهر 6، وبعدين اجلوا ل8 واجلوا ل10 اللي فات دهوت. فجي في 10 اللي فات قال له ما جبتش الفلوس. قال له انا مش هقدر ادفع ال15 الزياده كلها، انا هدفع لك 10 بس زياده، وكمان ال10 دول هيبقوا ربا. هيبقوا ايه؟ كنا هيبقوا. قال له العشرة دي كمان هتبقى الزيادة دي هتبقى ربا. فهو السؤال، هل العشرة دي لو هو خدها جوز بنتي الزيادة دي عن الفلوس اللي دفعها تعتبر ربا ولا تعتبر من حقه؟ طيب حاضر، في امان الله. حاضر، ربنا يحفظك يا استاذ حسن. الله يخليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايضا اختنا تسأل عن مسألة 57 سنة، مسألة ربما تجد في ملابسها بعض نقاط الدم. شيخ الكريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
وطبعا تسمح لي الأخت السائلة بارك الله فيها بهذا التعبير، سنها 57 سنة، يعني هي بلغت سن اليأس وزيادة، يعني عادة النساء في سن اليأس. وسن اليأس ده مش يعني ان هو ما بقتش ينزل من لا ينزل على الحيض، لا تكون من ذوات الحيض، من انقطع عنها الحيض، ليس منقصة في شأن لا ابدا يعني. ابدا بس انا بقول يعني التعبير نفسه تسمح به، يعني انه عادة بيكون على 48 سنة وممكن اقل من كده كمان، غايته 50 51 52، لكن احنا بنتكلم في 57 سنة، معنى ذلك انه قطع عنها الحيض يقينا، وبالتالي هذه النقاط التي تجدها احيانا في الملابس اعزكم الله ليست من الحيض في شيء، فهي ربما تكون نزيف يعني كما يسميه الاطباء، فهذه النقاط لا تمنعها اولا، لا توجب غسلا، انما هي توجب الاستنجاء وتغيير الثوب او غسله والوضوء، لكنها لا توجب غسلا كغسل الحيض، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اخونا حجاج محمد يسال عن رجل، طب ام وهاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام وهاب، اتفضلي. ايوه معايا استاذ احمد. ايوه نعم اتفضلي. معايا استاذ احمد. احمد مع حضرتك اتفضلي. ايوه حاضر، ازيك استاذ؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا. تعبان. الله يكرمك، بارك الله فيك. الله يخليك ويخليك يا رب، ويخلي القناة يا رب، يا رب يحفظكم جميعا. آمين يا رب. أنا بتطلع عشان أعمل كلمة. ويجعل التواصل بيننا مستمرا، آمين يا رب العالمين. يا رب يرضى عنا وعنكم يا أم إيهاب. رب يا رب يا رب. ربي يخليك. يا رب. وتسلمنا على الشيخ سعدان كتير. يا رب يسلمك ويسلمه. الله يبارك فيكم. من كل مكروه وسوء. في أمان الله، شكرا على اتصالك يا أم إيهاب. شعور جميل والله يا شيخنا، والله ويؤثر في النفس، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في صحيفة، يعني في ميزان حسناتكم يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، الأستاذ حجاج يسأل عن رجل أتى زوجته في نهار رمضان، يبدو أنه حدث هذا مرة أو مرتين، ولو المرأة أجبرت على هذا الأمر هل يقع عليها الكفارة كما يقع على الرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا هذه كبيرة من الكبائر، يعني معصية كبيرة جدا أن ينتهك المسلم حرمة يوم الصوم فيفسده بهذا المفطر، وهو إتيان الزوجة في نهار رمضان. وفي هذه الحالة يلزم الزوج التوبة لله عز وجل، ويلزمه عند جمهور أهل العلم قضاء اليوم، ويلزمه أيضا عند جمهور أهل العلم الكفارة العظمى، وهي إما أن يصوم شهرين متتابعين إن كان من أهل الصوم ويستطيع، وإن كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أو ممكن يصوم لكن شهرين متتابعين لا يستطيعها، ففي هذه الحالة يستبدل الشهرين بإطعام 60 مسكينا. الخلاف بقى في موضوع الزوجة، طبعا الأخ بيسأل عن حادثتين، يعني إذا عنده كفارتين، توبتين وكفارتين وقضاء يوم ويوم. طب شيخنا حبيب، لو هو أتى هذا الأمر في رمضان مرتين أو أكثر ولم يكفر، هل لو أراد أن يكفر يكفر عن جميع المرات كفارة واحدة أم عن كل يوم بكفارة؟ عن كل يوم، عن كل مرة إفساد يوم كفارة مستقلة، توبة مستقلة وكفارة مستقلة، بل وقضاء اليوم أيضا على الأحوط من أقوال أهل العلم. الخلاف في موضوع الزوجة، هل على الزوجة كفارة؟ أهل العلم يقولون، الحنابلة يقول ليست على المرأة كفارة، أما الشافعي وجمهور الفقهاء يقولون إن كانت المرأة مجبرة فلا شيء عليها، اللهم إلا قضاء اليوم فقط. يعني إيه مجبرة؟ يعني هددها بالطلاق مثلا؟ يعني لا والله بسأل سؤال بجد. نعم، يعني ربما بعضهم يهددها بالطلاق، ربما بعضهم يعني يجبرها ببعض الأفعال العنيفة، يعني بضرب أو بشيء من هذا القبيل، في بعض الأزواج يفعل هذا، نسأل الله العافية. الله المستعان. فإن كانت المرأة مجبرة بمعنى أنه خوفها بالطلاق أو ضربها أو كتفها، بعضهم بيكتفها يا أخي الحبيب، بيسألوا كده، وصل إلى درجة البهيمية المطلقة. نعم، فإذا كانت المرأة مجبرة بمثل هذه الصورة فلا شيء عليها إلا قضاء اليوم فقط، لأنه بالجماع فسد الصوم. أما إذا كانت المرأة هي الداعية إلى الجماع، وأحيانا بعض النساء تفعل هذا،
أو كانت هي الراضية؟ حاضر. من باب طاعة الزوج يعني. من باب مش طاعة الزوج، طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن من باب الرغبة وحاضر. صحيح. فإما أن تكون الداعية يعني متسببة أغرة الزوج. يعني مش فارقة معها الحرمة. وإما أن تكون هي الراضية. فإن كانت هي الداعية أو هي الراضية الموافقة، ففي هذه الحالة يلزمها ما يلزم الزوج من التوبة وقضاء اليوم والكفارة، صيام الشهرين إذا استطاعت، وإلا تطعم 60 مسكينا عن الواقعة الواحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا يعني بيقولوا في النت متشير إن لو في واحدة مثلا عايزة تقص ضوافر ابنها الصغير أو بنتها، أو تقص هي حتى لنفسها ضوافرها سواء كبير أو صغير، في أيام محددة ما ينفعش إن الإنسان يقص ضوافره فيها، وده كلام عن الرسول. هل ده فعلا صحيح ولا ما وردش كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. حاضر، شكرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير على الفيس بتنشر حاجات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم شيخ كريم، سؤال وقع في نفسي. لو المرأة لم يكن عندها ذمة مالية، فكده الزوج اللي هيكفر مرتين، مرة عن نفسه ومرة عن زوجته، حتى ولو كانت هي الداعية وهي الراغبة. يعني هي ما عندهاش فلوس إلا التي تأخذها من زوجها، مصروف البيت. نعم. فماذا تفعل في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا لزمتها الكفارة، أي كفارة يعني، إذا لزمت الزوجة كفارة من الكفارات وليس معها مال لنفسها، ففي هذه الحالة يجوز الوكالة والإنابة في هذه الكفارة. نعم، تجوز الوكالة والإنابة في هذه الكفارة، فيطعم عنها زوجها أو تطعم هي من مال زوجها بإذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإلا عليه الصلاة والسلام، وإلا فالصيام. وإلا فالصيام. جزاك الله خير. أمة الله تسأل عن صحة حديث. احنا معذرة، ما احنا مش هنطعم إلا إذا عجزنا عن الصوم. نعم، جزاك الله خير. تمام. الصيام في عجز، فنأتي فمن لم يجد فصيام يعني 3 أيام. نبدأ بما بدأ به الله. نعم، جزاك الله خير. أمة الله تسأل عن صحة حديث 3 من الصحابة كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم سيدنا أبو بكر، وكده عن أحب يعني الحديث، أنا لم أسمعه إلا منها، أحب نعم الأشياء. الحديث سيدنا أبو بكر، الحديث حديث ضعيف. نعم. جدا، لا أصل له. وقد ذكره الحافظ العراقي عليه رحمة الله، وأعتقد موجود في إحياء علوم الدين، لكن ضعيف جدا ولا أصل له. لا أصل له. نعم. يعني يدخل في الأحاديث الموضوعة. نعم. نعم يمكن أن يقال هذا يعني. تمام. نعم، جزاكم الله خيرا. إحنا مش عايزين نخوض في تعريف المصطلح لا أصل له والموضوع إيه والمكذوب إيه، لكن في النهاية النتيجة واحدة يعني. يعني كان في أحد الـ يعني الخطباء كان يأتي بخطبته من كتاب الموضوعات. هو على المنبر يقول هذا في كتاب الموضوعات. أيوة، هو فكر الموضوعات يعني الموضوعات الدرس يعني. لكن هو لا يعلم أن الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة الموضوعة كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بما أن حضرتك ذكرت كتاب إحياء علوم الدين، كتاب طبعا للشيخ أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، هذا الكتاب لابد أن الذي يقرأه لابد أن يكون محققا، أليس كذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع كتاب إحياء علوم الدين كتاب مشهور جدا للإمام أبي حامد، ولكن كتاب فيه خلط كثير من أمرين، من ناحيتين. الناحية الأولى في بعض مسائل التصوف التي يعني كان ما زال عليها الإمام أبي حامد عليه رحمة الله عليه، وبالتالي لا يقرأه المسلم العادي، يحتاج هذا إلى طالب علم يعرف كيف يخلص من هذه المسائل. الصوفيات كثيرة جدا 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 منتشرة في الكتاب، الحذر منها واجب. المسألة الثانية، الحذر جدا من الأحاديث، لأنه أكثر جدا من الأحاديث الضعيفة، بل والأحاديث أيضا الموضوعة والمكذوبة. وقد حققه الإمام العراقي عليه رحمة الله قديما، الحافظ العراقي، وغربل الحديث الوارد أو الأحاديث الواردة في كتاب إحياء علوم الدين. تقريبا لو قارنت نسبة الصحيح الثابت، بل والحسن أيضا، إلى نسبة ما ورد في الكتاب من الضعيف،
وغيره من المكذوب والموضوعات، تجد النسبة لا تزيد عن 30% تقريبا من الأحاديث هي الثابتة، وال70% أحاديث منتقدة على الكتاب، وبالتالي لا ينصح بقراءته للعوام أمثالي، إنما ينصح بقراءته لطلبة العلم، ويكون محققا على الأقل بتحقيق الحافظ العراقي، وإلا فيأخذ يعني من مختصر منهاج القاصدين، وهو يعني مختصر من الكتاب، هذا خير له وأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دي طبعا نصيحة لكل من يصعد المنابر. نعم، بالذات طبعا بالذات من صحيح. يصعد المنبر ويتصدى لدعوة الناس، لابد أن يكون على بينة أن الكتاب يحتاج إلى أن يكون محققا بالفعل، حتى لا ينقل منه إلا الأحاديث التي أثبت المحقق أنها ثابتة، إما صحيحة وإما حسنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تسأل سؤالا مهما، أثناء وهي تقوم بذكر الله عز وجل أذكار المقيدة بعدد، أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها يعني تناديها، فهل إذا لم ترد على أمها أثناء ذكرها لله عز وجل يكون في ذلك شيء؟ ولو ردت تبدأ من أين؟ أو من أين تبدأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. طبعا نقول للأخت السائلة بارك الله فيها، الانشغال بالأذكار سواء كانت أذكار في صورة أوراد مقيدة زي أذكار الصباح والمساء، وأذكار ما قبل النوم والاستيقاظ وغيره، أو أذكار ما بعد الصلاة، أو الذكر المطلق اللي هو غير مرتبط ولا مقيد لا بعدد ولا بوقت، هذا الذكر والانشغال به شيء من النافلة والمستحبات. إنما إجابة الأب أو الأم إذا نادى عليها أو دعاها أو أمرها هذا من الواجبات، وبالتالي يقدم الواجب في هذه الحالة عن الشيء المستحب الذي تشتغل به. وإحنا عندنا قصة جريج عليه رحمة الله رضي الله عنه، نعم يا رب صلاتي ولا أمي، هو منشغل بصلاتي وأمه تنادي علي، وأمه دعت علي واستجيبت دعوته بسبب هذا، بسبب عدم إجابته لنداء أمي، وهو مشتغل بنوافل وليست بفرائض. إمتى لا أرد ولا أنشغل بنداء الأب والأم؟ لما أكون بصلي الفريضة، الظهر ولا المغرب ولا العشاء. إنما إذا كنت أصلي النافلة أو أنشغل بما دون النافلة وهو الذكر المستحب الذي يسمح للإنسان في هذه الحالة إذا نادت عليه أمه أن يتوقف فورا، وأن تجيب الأم إلى ما تريد، ثم إذا عادت بعد ذلك تستكمل الذكر على ما بدأت به. يعني لو كانت قالت 50 مرة يبقى تستكمل بعد كده 50 الأخرى، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل عن من صلى في آخر الوقت، هل له أجر أم لا يثاب على هذه الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فما كان لله عز وجل أن يبخس العبد حقه ولا أن يبخس العبد أجره، لكن الخلاف إنه من صلى أول الوقت فهذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أما من صلى الفريضة في آخر الوقت فهي مجزئة إن شاء الله عز وجل ويثاب عليها، لكن ليس أجره وثوابه كمن صلى في أول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، لكنه إن صلى آخر الوقت وقد أدرك الصلاة بالفعل إن شاء الله له أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذة صفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك أستاذ أحمد؟ الحمد لله ومرحبا، ربنا يبارك فيكم يا رب. وفيكم بارك، تفضلي يا أختنا. نعم أستاذ الشيخ درويش، عمتي سلم. أهلا وسهلا، مرحبا حضرتك، عامل إيه؟ بتقول لك بخير والحمد لله رب العالمين، الله يكرمكم. يبدو ان الاتصال انقطع ولا معانا الاستاذ الحاجة صفية. طب يا ربنا يبارك لك يا حاجة صفية، عود الاتصال، الله يرضى عنا وعنك، امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، نعم، صلى الله عز وجل ان يتقبل، امين. الاستاذة امنية يعني تسأل عن حكم الذهاب مع ابنها في رحلة وعمره خمس سنوات، وطبعا مسافة من إسماعيلية إلى القاهرة، والرحلة هتكون في أتوبيس المدرسة، ويبدو أنها رحلة مدرسية. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها،
لو ذهبت معهم في رحلتهم يعني في مصطحبة ولدها معهم، طبعا هذه خلطة يسميها أهل العلم كالإمام البخاري وغيره، خلطة في وجود الناس. يعني في عدد موجود، في أطفال موجودين، في بنات صغار موجودات، في مدرسات موجودات، في مدرسين موجودين وإداريين ومشرفين، فهذه خلطة في وجود الناس. والمسافة من الإسماعيلية إلى القاهرة تقريبا بتاخد حوالي ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص على أكثر تقدير، وبالتالي هذه ليست مسافة مزعجة، ليست من جنس السفر الذي يجب على المرأة أن تصحب محرما فيها، فلا بأس عليك أن تفعلي هذا إن شاء الله عز وجل رعاية لابنك أو ترويحا عن نفسك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا بضوابط يعني، طبعا مدام بحجابها وبإذن وليها فهذا شيء لا بأس به إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خيرا شيخ كريم، أمة الله نعم للقناة، جزاك الله خيرا يا أمة الله، اتصلت علينا بارك الله نعم. فيها أخونا الأستاذ حسن يحكي عن يعني مسألة المشكلة أو الشقة التي بين زوج ابنته والرجل الآخر، والرجل ما دفعش القسط الأول، وبعد كده زوج ابنته دفع الأول والثاني والثالث والرابع، وبعد كده قال له هدي 15,000 وشيلا عنك الشقة، وبعدين قال له لا هدفع 10 والعشرة هتبقى 10,000 جنيه، هتبقى ربا. هل هذا فعلا ربا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربا ايه بس يا أستاذ حسن؟ ولا ربا ولا غيره، هو اللي هيخلص الثاني اللي هيشيل الشقة يعني يستقل بيها ويخلص صاحبه، الطبيعي ان احنا نقيم الشقة لما يتخالصوا، يعني نقيمها يعني ايه، نشوف سعرها النهاردة قد ايه، ايوه احنا شارينا ب90,000 لكن هي النهاردة تساوي ايه عشان تديني فلوسي بقى واخرج واخد نصيبي من الربح، يعني من الزياده اللي ربنا رزق بيها في سعر الشقه. احنا خدناها يوم ما خدناها كانت ب90، لكن لو النهارده اردنا نبيعها هتبقى مثلا ب150، يبقى لما تيجي تخلصني ولا اخلصك ادي لك فلوسك اللي دفعتها وادي لك حقك في الزياده التي تحققت الشقة. في الشقه، حيث سعر اليوم يختلف عن سعر الشراء زمان، وبالتالي العشرة وال15 ليست ربا في شيء، إنما هي حق في الزيادة التي رزق الله بها في ثمن الشقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو العجيب في الأمر أن الذي يقول أن ده هيبقى ربا اللي هيدفع العشرة يعني بيخوفه، مش زوج ابنة اللي هياخد يعني بيخوفه بس يعني هو عايز يقول له إيه، زي ما يقول له أنت هتقبل العوض أو لا العوض؟ أنا أقبل يعني أقبل إن شاء الله، هو صاحب المضرة نفسها. أنا يعني شايف أن العشرة وال15 فيها إجحاف حتى يعني صحيح، يعني هو المفروض يكون مبلغ أزيد من كده، لأنه لو هم قيموا الشقة يجد نصيبي أكثر من كده بكتير يعني. نعم جزاك الله خيرا أيضا أم وهاب، ربنا يبارك فيها، دعم للقناة، اتصلت علينا بارك الله فيك يا أم وهاب. أمة الله، مسألة قص الأظافر، تقول قرأت على النت، صفحات النت وما أكثرها وخاصة الفيس، بعض الأشياء التي تصح أو التي لا تصح، وبعدين الإجبار في النشر يعني نعم الحمد لله نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولعلها فرصة أني أذكر نفسي وأذكر إخواننا المشاهدين والمشاهدات ألا يعتمدوا على جوجل، فإن جوجل ليس متخصصا في الفتاوى الدينية. بين قوسين أنت لا تحرم حضرتك جوجل نعم. مرة كان في سؤال للشيخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فهو يعني ربما السؤال ما كانش واضح معاه، كان في قناة أخرى نعم، فأجاب إجابة تشيرت أن الشيخ بيحرم جوجل. لا احنا والشيخ بيحرم جوجل، لكن نقول من يحرم هو جوجل ليس يعني متخصصا في الفتاوى الدينية، إنما الأمر يحتاج إلى المراجعات، لأنه في شباب صغار سن وفي يعني حديث عهد بطلب علم، وفي عديم طلب العلم أصلا، مجرد أن هو أن الرسالة دي أنشر تؤجر فينشر غثه وسمينه على حد سواء. لا، اللي بنجده من المنشورات دي لابد أن نراجعه وأن نسأل فيه أهل العلم، فما كان منه صوابا قبلناه، وما كان منه غير ذلك فلا نقبله. أما القول أن هناك أياما معينة يجوز فيها قص الأظافر لينا وأبنائنا وبناتنا وأيام لا يجوز، فإن هذا الشيء لا يعرف في دين الله عز وجل، ولم يعني يرد فيه آية يعني خبر، ولم يرد فيه حديث، خبر مكذوب، خبر لا يصح، لا يصح. فقص الأظافر من سنن الفطرة، متى أراد الإنسان يقص أظافره أو أبنائه
فلا بأس عليه سواء كان في أي يوم أو في أي ساعة من ليل أو نهار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هأخذ الأستاذ محمود وهرجع لنفس السؤال مرة أخرى. شيخ كريم، أستاذ محمود، أم محمود، السلام عليكم يا أم محمود. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا وبركاته. تفضلي. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا. الحمد لله على سلامتك ولو أنها مؤخرة. الله يسلمكم. الله يسلمكم يا رب يحفظكم. نعم يا أم محمود. وعليكم السلام. تفضلي. أنا بتصل دعما للقناة طبعا أولا وأخيرا. يا رب يبارك في عمرك. وبندعو الناس كلها إن هي تشارك يعني. بس عايزين حد من حد يكون موثق في كل المحافظات، ان لما يكون حد عاوز يتبرع للقناه ان هو يبقى سهل بالنسبه له ان هو يتبرع. او عايزين نعرف كيفيه التبرع من المحافظات الاخرى. بص يا ام محمود، الارقام ظاهره على الشاشه للتواصل او يعني للاستفسار عن طرق على طول مسؤولين طريقه الدعم ازاي، حتى لو بالاعلان. الثلاث ارقام تقريبا موجوده على الشاشه، يعني بيبدلوا الشباب بينهم وبين ارقام الاتصال اللي حضراتكم بتكلمون عليهم. هم هيقولوا لك هتعملي ايه بالظبط، وربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الله يكرمك يا رب. سواء كان من مصر او حتى من خارج مصر. واحسن خبر سمعناه ان حضرته هيرجع لنا تاني، وفي نفس الوقت كمان يا رب بلغنا كده بدعم قناه الندى كده. يا رب يخليكي ويبارك في عمرك يا ام محمود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساله الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الكلام مش مجرد انه خبر، لا ده كلام منسوب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الخطورة. نعم. يعني أولا الفتوى الخاطئة هي قول على الله عز وجل أو على رسوله بغير علم، وهذا حرام وهو معصية وكبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: فلا تتبعوا خطوات الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالقول الفتوى الخاطئة، الفتوى الدينية الخاطئة، هي في حقيقتها معصية، لأنها قول على الله بغير علم وقول على رسول الله بغير علم. ولو نسبنا أتفضل. طب قبل هذا، عشان أنا أطلت على أخي عبد الله. شوف قول عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا ليا سؤال أستاذ أحمد بإذن حضرتك وعتاب بسيط على حضرتك. عتاب ليا؟ اتفضل. فالسؤال الأول حضرتك بس لو سؤال في واحد سؤال. استنى يا عبد الله، أنت المتصل الأول، من غسل واغتسل، قول بس. بالظبط. فالسؤال الأول حضرتك، لو واحد متخانق مع واحد وتبلى عليه الزور ورفع عليه قضية، المهم طلع منها براءة، واللي هو كان يعني بنتهمه بالسرقة وطلع منها براءة. تمام. هل المتهم ده اللي هو طلع منها براءة لو طلب تعويض او ما شابه ذلك رد شرف المحكمة حكمت له والمحكمة حكمت له، هل يقبل هذا ولا ما يقبلوش ويصرف منه ولا يخلوه في اي حتة كان؟ تمام. الاسباب لحضرتك بقى، انا كل ما اتصل بحضرتك في اول مكالمة يعني في اول برنامج نص برنامج اخره تقول لي سريعا. لا دي كلمة على لساني عبد الله، مش ليك انت حبيبي. لا ده ما اعرفش بقى، انت بتقول لي انا معايا كام سؤال، بقول لك قولهم يعني قول اسئلتك بسرعه عشان وقت البرنامج، لكن ما اقصدش ازعلك والله، انا اسف. لا انت حبيب غالي عبد الله، الناس تعرف الاجابه للمعرفه افضل يعني. صبرا بس علينا بالراحه. والله حبيبي، لا انا انت سالت سؤال واثنين وثلاثه ورجعت لي تاني، مفيش مشاكل. والله انا والله انا احبك الله. احبك الله الذي احببتني فيه يا حبيبي، ربنا يؤمن اجله سبحانه وتعالى. كلمه سريعا لما حد بيصدر كلام وانا معايا كام سؤال، انا دي كلمه على لساني بقولها. طب حاضر، لكل سريعا المتصلين. لكل المتصلين مش لحضرتك بس، اسئله كثيره عشان هم يعني خط واحد، خط ارضي وخط محمول يعني، فلو حد شغل الخط كتير هيضيع يعني حق للمتصلين الاخرين. فلما بقول سريعا اقصد يعني كده، يعني ما اقصدش ان انا ضايقك. الله ماشي. يا مالي يا عبد الله، اني احبك في الله. جزاك الله خيرا، واتصل براحتك عبد الله في اي وقت، ربنا يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، حضرتك ما لم تنهي كلامك بعد مسألة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. على صفحات الفيسبوك. إذا كان بقى الخبر اللي احنا بننشره، الرسالة اللي بننشرها متضمنة حديثا ضعيفا ليس صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك بلية أخرى. ليه؟ لأنه الكذب على رسول الله أو نشره
مش ممكن, ممكن اكون انا مش الكذاب يعني, انا مش اللي عمل الحديث, مش اللي جاب الحديث, لكن انا احد مناشري من غير ان اتثبت. هو بيعملها بحب. فهذه في هذه الحاله تكون بليه اخرى, لانه ان كذبا علي, قال عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي, حديث المغيرة بن شعبه, ان كذبا علي ليس ككاذب على احد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي ورد الحديث عن علي بن أبي طالب ما فيش كلمة متعمدا, يعني من كذب علي فليلج النار. وفي مقدمة صحيح مسلم ورد هذا الأثر, أورده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى, إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, من كذب علي, من كذب, شوف يعني ما فيهاش كلمة متعمدا خالص دي, من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فيها خطورة, فيها خطورة جدا أن أكون أنا عامدا, دي أشد خطورة, أو أن أكون غير عامد, لكن الخطأ فين؟ إن أنا أحد الكاذبين, أحد من نشر الكذب وروجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك, خلاصة القصة دي كلها, ألا أنشر شيئا إلا بعد أن أتثبت. سيدنا عمر كان بيتثبت من الصحابة نفسهم. المغيرة بن شعبة يقول له الاستئذان, قصة الاستئذان عليه في البيت ثلاثا, إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. كان سيدنا عمر ما سمعش السنة دي, ما سمعش الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل سيدنا عمر يقول للمغيرة بن شعبة وهو أحد كبار الصحابة, يقول له إن لم تأتيني بالبينة لأوجعن ظهرك وبطنك, عشان يتثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنشروا يا إخوة ولا يا أخوات حديثا منسوبا إلى النبي إلا بعد أن تتثبت. لا تعتمد على من أرسل إليك الرسالة, لأنه ممكن من أرسل إليك الرسالة لا علم له, فهو أيضا يرسلها وينشرها باعتبار أنه أنشر تؤجر. لا, أنشر تؤجر إمتى؟ لما يكون الخبر صحيح والفتوى صحيحة بعد التثبت منها, حينئذ نكون بنتعاون على البر والتقوى وبننشر علما على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا طبعا حاجة صفية الاتصال لم يكتمل, ربنا يرضى عنك يا حاجة صفية. أم محمود جزاه الله خيرا سألت عن الدعم, دعم القناة, صلى الله عز وجل أن يبارك في الندى وأن يبارك في جميع مشاهدي الندى وجميع العاملين في الندى, آمين يا رب العالمين. الأستاذ عبد الله, يعني سامحني يا عبد الله على كلمة سريعة, تمام, لكن يسأل سؤالا آخر ويقول رجل افترى على رجل, وكان يبدو أن كان فيه قضية وهذا المتهم يعني ظهرت براءته في المحكمة أو المحكمة أظهرت براءته, هل له أن يطلب تعويضا ردا للشرف, يعني وما حكم هذا التعويض شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أنه لم يفعل هذا بل احتسبها عند الله تبارك وتعالى, ويكفي أن الله عز وجل أظهر براءته بحكم قضائي ثابت بات نهائي, لو أنه لم يفعل هذا التعويض ولم يطلبه لكان خيرا له, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أخذ هذا التعويض, بعض أهل العلم يقولون, حتى المعاصرين في المجامع الفقهية يقولون لو أخذه زجرا لهذا الرجل ولئلا يتجرأ على الناس بالتهم الباطلة فيما بعد, لو أنه فعل ذلك وأخذه فلا شيء عليه, لكن لو أنه لم يفعل وترك لكان خيرا له, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خاصة أن المسألة فيها سرقة, يعني هو متهم بسرقة. نعم. صلى الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أصوم إلا علي على أيام متفرقة؟ السؤال شيء. نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القضاء للمرأة التي يعني أفطرت في رمضان بسبب حيض أو بسبب نفاس أو بسبب رضاعة أو حمل أو غير ذلك, فهذا القضاء في يعني واجب في عنقها ودين لله عز وجل في رقبتها, عليها أن تسارع بالخلاص من هذا الدين وقضاء هذه الأيام ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن قضتها متتابعة يعني وراء بعضها فإن هذا أفضل, وإذا لم تستطع القضاء المتتابع ف
فلها حينئذ أن تجزئه فتصومه يوما بعد يوم، يعني مثلا صوم يوم ولا يومين في الأسبوع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالتتابع أفضل، والتفريق جائز ومشروع، ويسقط عنها يعني ما أوجب الله في عنقها، وتبرأ به الذمة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. توسعا يعني لو واحد عليه كفارة 3 أيام أيضا نفس الحكم؟ نعم نفس الحكم. نعم جزاكم الله خيرا. هي تقول بعد سؤالها: ادعوا لأولادي بالهداية، ربنا يبارك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفقهم الله في الدراسة يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكمل سؤال الجماع: الجماع في نهار رمضان إذا كانت الزوجة مكروهة أو مكرهة على الجماع، وأثناء الجماع استمعت كرهت في الأول ثم بعد ذلك استجابت، يعني ترجمة للمكتوب يعني. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. والله خلينا نعتبر بالأمر الأول أنها أكرهت. إذا كانت أكرهت مسألة استجابت، يعني استسلمت. يعني خلاص الغريزة غلبت. نعم. ففي هذه الحالة نقول نحن على الأمر الأول، لا يلزمها إلا التوبة والندم والاستغفار ثم قضاء اليوم. أما الكفارة ففي مثل هذه الحالة لا تلزمها الكفارة ولا تجب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي منذ كانت في الثانوية العامة كانت تأخذ دروسا أو درسا خصوصيا في بيت أحد أصدقائها، وتركت هذا الدرس قبل انتهاء العام الدراسي، وهذا الكلام منذ 7 سنوات، ولم تتذكر إذا كانت أرسلت له فلوس الدرس أم لا، وكان ثمن الدرس وقتها 40 جنيها، فماذا تفعل لأنها تخاف أن يكون دينا عليها، مع العلم أنها أخرجت المبلغ كصدقة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. ويعني كان الأحوط لها إن كان يغلب على ظنها أنها لم تدفع والمدرس ما زال معروفا، فكان الأحوط والأبرأ لذمتها بدل أن تتصدق بالمبلغ أن تبعث به إلى صاحب، إلى المدرس. فإذا كان المدرس معروف والمكان معروف ويغلب على ظنها أن هي لم تدفع، فالأحوط لها أن تدفع المبلغ للمدرس. فهي إن كانت تصدقت نقول اجعل الصدقة لنفسك لله عز وجل، ثم ابعثي بالمبلغ على سبيل الاحتياط وإبراء الذمة إلى صاحبه، وهو المدرس أو المكان الذي تدفعين فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو يسأل ويقول: هل يجوز أن أضع سهما مع شركة صاحبتها نصرانية أو مسيحية، وهي تعطي 1% من الأرباح شهريا و 30% من رأس المال سنويا، هل هذا ربا؟ الحمد لله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان نشاط الشركة مباحا فلا يضر أن تكون الشركة صاحبها أو صاحبتها مسلمة أو نصرانية، لأن هذا مشروع وجائز الأعمال الإنسانية، التجارة والبيع والشراء، البيع والشراء معهم يجوز، والأكل منهم أيضا وأكل ذبائحهم إذا كانوا يزكونها على طريقة المسلمين، لا يضربونها بحجر ولا يصعقونها بالكهرباء، فحتى ذبائحهم حلال لأهل الإسلام. إنما الشق الثاني من السؤال هي تعطي 1% شهريا وتعطي 30% على رأس المال، فإن هذا خطأ وهذا من الربا. الصواب أن يكون الربح، أن تكون نسبة الربح من الأرباح لا على لا من رأس المال، يعني بمعنى أصح أنه الأرباح بتقسم على المساهمين كل على حسب نسبته في رأس مال الشركة. إنما لما يديله 9% من قيمة المبلغ أو 10% من قيمة المبلغ، هو نفس ما يفعله البنك الربا. وفي هذه الحالة نقول هذه طريقة خاطئة، إنما الصواب تقسيم الربح على أساس نسب رأس المال. فأنا نسبتي في الأرباح قد إيه؟
على قدر نسبتي في رأس المال. أنا ليا ربع رأس المال، ليا عشر رأس المال، ليا واحد على مية من رأس المال، يبقى أخذ واحد على مية من الأرباح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سريعا يا شيخنا. طيب، ومش عايزك تزعل زي عبد الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للموظفين في المصالح الحكومية، خاصة الموظفات وسوء تعاملهن مع الناس وتعطيل المصالح وكثرة الوسطة، لأننا نعاني عند الذهاب للمصالح الحكومية لإنهاء ورق معين، وهل إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أو دعوت عليهم في ساعة غضب شديد يكون في ذلك شيء؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الأمر الأول فهو النصيحة والتذكرة، لأن هؤلاء العمال والموظفين والموظفات مستأمنين على أعمالهم وعلى حوائج الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهم يتقاضون رواتبهم من الدولة لإنهاء يعني معاملات الناس وإنهاء مصالح الناس، لا لتعطيل مصالح الناس. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكيف بمن عسر وعطل؟ لا شك في هذه الحالة سيكون آثما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأخ المتعامل معهم الذين عطلوا مصالحه كثيرا كما يعطلون مصالح كثير من الناس، فلا يشرع الدعاء عليهم، إنما الصواب أن ندعو لهم بالهداية والصلاح، لعل الله أن يلين قلوبهم، أن يفتح عقولهم لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا عليه الصلاة والسلام، سريعا لأننا في الوقت الضائع، ويبدو أن الأخت بتقول أن سؤالي المرة اللي فاتت لم يكتمل. هي باختصار شديد زوجها ما بيديهاش فلوس، وبيقول لها لا مش هديك فلوس، وبيدي والدته ووالده وولاده، وبيجيب لها حاجياتها، فهل لو أخذت دون علمه يكون في ذلك شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مدام الزوج يوفي بحاجيات البيت، فما حاجتها إذن إلى أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ لا، حاجيات خاصة. بيقول لها أنت بتاكلي وبتشربي، فهو بيأكلها وبيشربها. نعم، إذا كان ينفق عليها نفقة المثل، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه ولا إذنه. ولا دخل لها أنه يعطي بعض المال لأمه أو يعطي بعض المال لأخته، لأنه مدام بيأتي بكفاية البيت ونفقة المثل، فلا حاجة لنا أن نأخذ من ماله بغير إذنه، ولا أن نسخط على ما ينفقه على أمه أو ينفقه على أخته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخي الكريم، الوقت معك ينتهي سريعا. فضيلة الشيخ شعبان درويش، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أمين يا رب، نفع الله بحضرتك ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأذكر إن شاء الله تعالى بلقاء الشيخين فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى. لسه عم المخرج الله يديك، الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى الخميس بعد القادم على الهواء مباشرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا